إن شاء الله زيارة ولا طوالي؟ أرجوك يا ست اسمعي مرة واحدة بقلبك وحكم عقلك. أنا من يوم ما عرفتك وأنا بسمعك بعقلي وبقلبي، ومع هذا تفضلي تفضلي كلمي. عزت أنا اديتك كل حاجة في حياتي، ما بقاش فاضل حاجة تانية ادهالك. اعتقني الوجه ليه؟ خليني أعيش اليومين الفاضلين من عمري عشان الواد اللي هنفوت إياه. أنت عندك ستات كتير لكن هو ملوش غيري. أنا ولا حاجة في حياتك لكن كل حاجة في حياته. يا خسارة يا خسارة، كده تسيب عزت اللي بيحبك. أنت ما بتحبش غير نفسك. اللي ملوش خير في نفسه ملوش خير في حد. لو ما سبتنيش في حالة أنا هموت نفسي. لا، اللي بيموت نفسه بيروح جهنم. جهنم ارحم من اللي انا فيه. الولد ده شحنك زياده عن اللزوم. انا هسيبك تفكري وانا واثق انك هترجعي لعقلك، وهترجعي عشان تقولي لي الثلاث كلمات اللي انا احب اسمعهم. انا تحت امرك. عمري ما هقولهم تاني حتى لو كانت حياتي هي الثمن. كده اعملي اللي يعجبك، بس المشي هيبتدي من ساعه خروجك من الباب ده. ما بقاش يهمني، حطينا تحت الحراسه تاني اذا كان ده يريحك، وتاكد اننا هنعيش. مفيش حد بيموت من جوه. مش حراسه، لا انا حل على المشي ده بطريقه جديده خالص. اعمل اللي يعجبك. ما تقلقش يا ابني، الغايب حبيته معانا. بقول لك يا خالتي ما تغديني، احسن معاد الشغل غرب وهتسوح. انا يا لا، استنى شويه، دايما فجعان كده. مش انا اللي فجعان يا خالتي، ده عارفين بطني. اكيد هي. يبقى ضمننا الاكل، ضمننا الاكل. وانا ممدوح، عايز اقول لك حاجه، خليك هامش اول ما تدخل القلمين ويشدها في شعرها على طول، وفهمها ان التاخير من غير سبب قله ادب. استاذ ممدوح موجود؟ ايوه انا هنا اخت حنان. اهلا وسهلا، اتفضلي. لا معلش، اصل حنان في البيت تعبانه شويه وبعتتني عشان اعتذر لكم، وبتقول لك انها اسفه وتعدي عليها بكره ضروري في المصر. انا خايفه عليك مني. عزت هاوش مره وانتصر، انا متاكد مش هيقدر يعملها تاني. ثم ما تنسيش حاجه، انا واقف جنبيك. اي نعم لا قيمه ولا مركز، بس بحبك. وشوفي بقى الدوح لما يحب، ده النهار اسود والنايل. هترجع شغلك امتى؟ لا طمني، وانا جاي لك عديت عليهم لقيتهم استغنوا عن خدماتي. بتقول ايه؟ ولا يهمك، دول حمير، هما اللي خسرانين. طيب ايه رايك تشتغل معايا هنا في المصنع وتساعدني؟ كلام رجاله؟ لا ستات طبعا. ما تيجي بقى تكملي جميلك ونكتب الكتاب علشان ننفذ اللي احنا اتفقنا عليه. ايه هو اللي اتفقنا عليه؟ ما مش اتفقنا هنجيب 12 عيل؟ لسه فاكر. حد ينسى احلى ايام عمره؟ السنه ليها شرط. ايه هو؟ نقضي شهر العسل في نفس الاماكن اللي كنا فيها. وناخد معانا الكيسين اللي كنا بننام فيه. لا، المرة دي هناخد كيس واحد بس. ممدوح، ارحى ممدوح. ايه في ايه؟ ابوك ممسوك في النيابة والحقه معاه. اعترف بايه بس يا سعادة البيه؟ ده انا مظلوم والله مظلوم. المخزن بقاله معايا عقد 22 سنة، عمره ما حصل فيه نقص. امال المرة دي العجز اللي جه مخزنك يا راجل انت جه شيطاني؟ يا سعادة البيه، الجرد اللي حصل ده ما كانش على اصوله ابدا. دول طلبوا مني المفاتيح وطلعوني بره، وبعد كده قالوا لي ناقص. معنى كده انك بتطعن في نزاهه اللجنه، وبما ان اللجنه من الحكومه يبقى معناها انك بتطعن في نزاهه الحكومه، وبما ان الحكومه بتمثل النظام يبقى انت بتطعن في النظام كله. انا والله ما طعنتش في حد والله. وديك بتكذبني.
قررنا حبس المتهم اسبوع على ذمة التحقيق. خذه. مظلوم والله. فريق يا فريق. انا متاكد ان هو فريق. اكيد في حاجه غلط. بكره تبان ان شاء الله. خلي بالك من والدتك واخواتك. مش قلت لك اننا مش قده؟ هو مين؟ عز. ايه دخل عزت في كده؟ رفدوك من شغلك ولفقوا قضيه لوالدك ولسه مش عايز تصدق. من حقهم انهم يرفضوني، لان اول 3 اشهر المؤاصله بكون تحت الاختبار وعرضه انهم يستغنوا عنه. قضيه والدي غلطه في حسابات المخزن، بكره تبان وتظهر براءته. طب يلا روح عشان تطمن والدتك واخواتك. روحي انتي، انا هتمشى شويه وبعدين اوصل للمحامي. الترمال راح شبرا منين يا ولا؟ يا اخي قول نومك ثواب. كتكنيل انت وهو، وانت زي البغل، بغل انت وهو. الحقوني العالم، السراح، الجاكيتة، العصاية. بتتنفس دلوقتي يا فندم. مش عايز اي غلط المره الجايه. اتفضل. حاضر. هنا السيد عبد الحميد يا فندم. هي دي؟ ايوه يا سعاده البيه. ربنا ينتقم منك يا مفتريه. في ايه حضره الضابط؟ يا خرابي كمان بتستعبطي؟ مش عارفه عملت ايه بيه؟ انت يا اختي اللي واقفه جنبك دي لشقه الجماعه والزب. انا عمري ما شفتها. يا لهوي يا لهوي، وكمان بتكدبي؟ اه منك يا مجرمه. اسكتي انت خالص. اسكت
ازاي سعاده البيه؟ اذا كانت هي اللي ضحكت عليا وخدعتني. قالت تعالي معايا نزور واحده صاحبتي وهنمشي على طول. ولما رحت هناك اتحججت انها تنزل تعمل تليفون وترجع بسرعه. اتريها اتريها يا سعاده البيه كانت بتبيعني اللي في الشقه. والله ابدا، انا عمري ما شفتها في حياتي. انت بتكذب. انت متهمه بالتحريض على الدعاره. انا مش ممكن، انا ما اعرفهاش ما اعرفهاش. طب انت للواد اللي كان في الشقه. انا نزلت من البيت رحت الجامعه واختي موصلاني بنفسها وحضرت كل المحاضرات حتى سالوا زمايلي. تعرف البت دي؟ ايه اللي اعرفها؟ ما هي دي اللي جابت لي البال ولحد البيت. جالك كلام يا سعاده البيه؟ حتى ده كمان عمري ما اعرفه ولا شفته. دلوقتي عمرك ما تعرفيني ولا شفتيني؟ شاطره بس تصحيني من النوم وتقولي لي جايبه لك هديه؟ هي دي بقى الهديه؟ شوفي يا بت، بدل التمثيل اللي بتمثليه ده اعترفي احسن وخلصيني. اعترف بايه؟ انا ما اعرفش حاجه. اعرفه بلاش افوضى. اختي بريئه وحضرتك والاساتذه عارفين قد ايه سمعتنا كويسه. ما تحاوليش يا بنتي تقنعيني ببرائتها لان القضيه مش في ايدي، انا عميد كليه وبس. وانا يعني اذا كنت بعتلك فده علشان تعرفي ان مستقبلها في خطر اذا القضيه ثبتت عليها. طبعا يعني في الحاله دي الكليه هتفصلها ومستقبلها هيضيع. صدقت بقى اننا مش قده؟ حنان لازم نفكر بهدوء. نفكر في ايه تاني؟ رفدوك من شغلك وانت مظنون، والدك في السجن وهو مظنون، واختي مستقبلها هيضيع وهي مظلومه. هو ده عزت اللي انت ما تعرفوش، وهو ده جبروت اللي مالوش حدود. ارحمي نفسك. طيب ارحمني انت وسيبني في حالي، وكفايه اللي جرالك وجراي. اللي جرالي مش مهم لاني بحبك. لسه هتتكلم تاني عن الحب؟ مش قلت لك ان خلاص ملوش وجود في حياتنا؟ الحب عمره ما يموت، المهم الصبر والامل. يا ريتك سمعت كلامي وصدقتني لما قلت لك ان طريقي غير طريقك. كنت وفرت عليا وعليك مشوار طويل ملوش نهايه. ان شاء الله جاي تتكلم في الشبكه والمهر ولا في ميعاد الجواز؟ لا انا في الحقيقه لقيتك بتدور عليا وعمال بتبعت لي مراسيل واحد ورا الثاني، قلت اجنب نفسي خصوصا وانا كمان عايزك في موضوع عظيم. عظيم ما كفايه كده؟ ها بس يا ابني افحني. يا ابني انا طول عمري في حالي ما بتعرضش لحد ابدا. كل اللي بنقاسيه النهارده بسببك. يا انا قوي للدرجه دي؟ ما كنتش اعرف. صدقني صدقني انت لما اقول لك انك مهما افتريت مش هتكون اقوى من ربنا. في ناس كتير قبل منك افتروا بس راحوا اداسوا برجلين. كلمة زيادة لا. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده مش هيدوم. فكر في يوم القيامة. قيامة؟ ده اليوم اللي هنقف فيه كلنا من غير كراسي ومن غير محاسيب. شو بقى؟ أنا صايع قوي ما وريش أي حاجة. فبدل ما نطلع كل شوية وأعمل لك قلق تلايمها والنبي. ها؟ فوتك بعافية. يا عمي. الشاب ده اعصابه تعبانه جدا، خدوه عالجوه تكسبوا فيه ثواب. Thank you.
سيادتك ما تعرفيش ممدوح راح فين؟ لا اصله ما جاش البيت من امبارح. ما جاش؟ ليه؟ مش عارفين مش عارفين. يا ترى انت فين يا ابني؟ يا ترى انت فين يا ابني؟ ما تخافيش ممدوح بخير هيرجع لكم. ممدوح أمر ولا رجاء؟ توسل. عظيم عظيم. مشكلة ممدوح وأبو ممدوح وأختك والمصنع دي كلها مسائل بسيطة جدا وممكن حلها بسهولة، بس أسمع منك التلات كلمات اللي أنا بحبهم. أصلي بحبهم أوي أوي. أشوف ممدوح الأول. عظيم. وأطمن إنه عايش. عظيم. وإنه هيرجع لأهله. عظيم. هتفضلي قاعدة مكلضمة كده طول السكة؟ مش
مش المهم اكون معاك وبس؟ من غير ما تبوزي. انت عارفه ان انا راجل بحب الضحك والفرفشه. انا مرتب لك مفاجاه هتسعدك قوي. سفريه لليونان على نفس المركب اللي سافرت عليها قبل كده، بس المره دي المره دي هتسافري معايا. انا ما عنديش استعداد للسفر. مش مهم، المهم ان انا خططت، ولما عزت يخطط مفيش قوه في الدنيا تقف قدامه. فاهمه؟